مقابل للتطور. يعني فكره انه ما يقفلش مخه عند حاجه معينه، يعني انه يتطور زي عشان يعرف يسير الامور. ده مش معناه ان هو يتنازل عن مبادئه او ان هو يعمل يعني او يتغاضى عن حاجات ليها علاقه بمبادئه ودينه وحاجات، ولكن لا، في امل في الدنيا انك تسعى، انك ومهما وقعت تقوم تاني وتعافر. يعني احنا حتى كلمه مصر دي، والحمد لله انا يمكن اول واحد اكتشف ده، من انك لو حطيتي ضمه فوق الميم هتلاقيها مصر. من عشقي للإصرار، يعني وان انا شايف ان الإصرار مش هقول اهم من الموهبه، ولكن هو باهميه الموهبه. زي ما انت مهم تبقى موهوب في مجالك، لازم تكون مصر على النجاح. محمد، انا يمكن انا محمد بتاع زي ما بقول بتاع زمان الملايين، الملاليم هو بتاع الملايين، ما تغيرش. يعني ان انا لما كلمتك قلت لك عايزك في نظرة، يعني صراحه ما ترددتش ثانيه، ما فكرتش تاني من نص الشارع ما فكرتش وبتاع. يعني قلت لي لا، ده انت لك حق عندي وانت مش عارف ايه، فدي بسطاني. يعني هل ممكن انت تبقى الملايين دي تغيرك بعد كده ولا والله؟ ربنا عز وجل بيقول في القران ولا تنسوا الفضل بينكم. انا بشوف ان صاحب الفضل الحقيقي مش شرط اللي ساعدك ماديا بدايتك، او اللي ساعدك انه شغلك. صاحب الفضل ده اللي قال لك انت كويس في وقت انت محتاج تسمع في الكلمه دي. يعني ساعات الدعم ما نهى برضو رفيقه رحله عزيزه. يعني روح، يعني عشره كبيره. فصاحب الفضل، بس فكره ان حد يبقى مديك بوش، حد مديك اهتمام، يسمعك، مقدرك في وقت ممكن يبقى هو لوحده اللي مقدرك على فكره. فدي حاجات ما بتتنسيش، فربنا وصانا بده بشكل كبير. ومين النجوم الكبار يا محمد؟ اول الله يرحمه حسين اللي، وده ما عملوش معانا لوحدي بالمناسبه، ده عمله مع جيل كامل استاذ سعيد. يعني يمكن هو المشهور في جيله بالمساعده. الاستاذ يونس الشلبي هو اللي شغل استاذ يونس الشلبي، اول حد ادى فرصه للاستاذ احمد زكي فلوشه لبي. فهو كان راجل خير بشكل غير طبيعي، ولا همه شكله على المسرح ايه، ولا بيفكر ان فلان ده هيطلع ياخد من نوري، او ما عندوش الكلام ده خالص. واستاذ عمر الشريف طبعا. يعني استاذ عمر الشريف اشادته دي يعني يمكن كانت في اصعب مرحله في حياتي، لان كنت بدات اشتغل، يعني كنت اللي هو عامل زي رأس على السلم، بدات اشتغل واخد ادوار كويسه. والسنه دي قعدت حوالي 12 شهر ما فيش حد بيشغلني خالص. كنت عامل قبلها مسلسل السندريلا، بعمل شخصيه استاذ احمد زكي، وكان مسلسل مع حنان ترك. واي ترشيح يقول لك يا عم ده الواد اللي شبه احمد زكي، ده الواد اللي مش عارف، ده الواد بتاع اولاد الشوارع. فالسنه دي قعدت ما بشتغلش تماما. خلاص كنت على شفا حفره من الياس، يعني ان انا خلاص انا هقع في بحر الياس زي كتير جدا موهوبين في شتى المجالات عندنا في مصر وغيرهم. ناس كتير جدا مروا قدامنا كلنا، وتبقى ازاي ده ماشي كده؟ ازاي الواد ده حاله يعني؟ بس هو خلاص استسلم ودوامه الياس خدته. فالاشاده جت بمثابه طوق نجاه. يعني حسيت ان هي اشاده مش هتشغلك، ولا هي شيء برصيد هيخليك تعيش، بس معنويا لا، حايد فيك حاجات كتير جدا. طب ومين اللي قال لك انت ما تنفعش وشفت شغلانه ثانيه؟ كتير جدا. معقوله؟ اه والله. يعني كتير جدا. تشوفهم دلوقتي بتقول ايه؟ في منهم ناس استعملت معاهم. تفتكر حد منهم يعني؟ اه لا لا. في ناس استعملت معاهم دلوقتي. مين؟ تفتكر حد منهم؟ افتكرهم طبعا. اه يا ريت. ما في الحلو على فكره، الحلو قوي ما يتنسيش، والوحش قوي. الحلو النص نص، والوحش اللي ساعات بيتنسى. مين من الاسماء المعروفه؟ ما اقدرش اقول والله. بس بتشوفهم؟ بشوفهم طبعا. بيقابلوك ازاي دلوقتي بعد ما كانوا بيتجهزوا؟ للاسف هي المرحله دي عامله زي الفامين، يعني انت بتشوف اللي بره واللي بره، يعني هو لا يمكن يبقى عارف ان انا نفس الشخص اللي هو طرد. مش فاكر. ما يعرفش. بس انا شايفه، انا عارف ان هو انا. طب في منتجين انت قلت لهم زمان قال لك انت ما ينفعش، ودلوقتي عايز انت معاك وعايز. اه كتير جدا. كتير جدا. بتتنك عليهم صح؟ اه والله. بتتنك عليهم عمري. لا لا ما ينفعش الكلام ده. انا عندي مبدا، الادام الكبير اتكلم انا ما اتكلمش خلاص.
يعني لله المثل الاعلى. لو انا مثلا جبت عادل قلت له عادل انا في عرضك من الناس دي، فعادل راح واقف مع الناس وبيجيب لي حقي، هل ينفع اروح اخد خطوه ومدد ايدي على الناس دي؟ هبقى صغرت لله المثل الاعلى. ربنا رد خلاص انت بقى يعني العفو عند المقدره، ويعني ما تحسسوش حتى، بل بالعكس اتعاملوا احسن. فعمري في حياتي ما رديت لحد حاجه او قلت لحد انت كلمه انت فاكر دي في حد ذاتها دي انا بشوفها اسوأ حاجه في الدنيا. انا جاي لحد يقول فاكر لما قلت لي كذا، دي عمري في حياتي ما عملتها.